جسمه طبعا التحريض ضمن انعكاسات الجوع وتعويض الجسم على التأقلم مع الظروف الجديدة التي تحتم عليه الإقلاع عن الطعام والشراب لفترة محددة من الزمن. ويمكن أن يتعرض الإنسان إلى الشعور بالجوع في أي مكان وأي زمان، لذلك من الأفضل أن يكون جسمه متعودا على هذه الحالة الفيزيولوجية. وأشارت دراسات إلى أن الذين يصومون لديهم قدرة أكبر على تحمل الجوع وقدرة على مقاومة الأمراض إذا تعرضوا لها في الفترات العادية. وهناك زوايا صحية وسلوكية عامة من المهم للصائم معرفتها، بل يشكل بعضها تحديا له خلال الشهر الفضيل. وأهمها كيف يتجنب الصائم عسر الهضم والاضطرابات في الجهاز الهضمي، وكيف يتحكم في وزنه، كيف يقي نفسه من الجفاف والعطش وفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل. وإذا كان الصائم يعاني من إحدى المشكلات الصحية كالسكر وضغط الدم أو زيادة الكوليسترول أو الإمساك والغازات المتجمعة في البطن أو مرض القلب أو الصداع، فما هي القواعد العامة التي يجب عليه معرفتها بخصوص الصوم؟ وإذا كان الصائم ممارسا للرياضة، فما هو التوقيت المثالي لممارستها خلال هذا الشهر الفضيل؟ وما هي الرياضة المثالية للصوم؟ إذن سنرد على هذه التساؤلات. ولكن قبل ذلك دكتور، الصوم كما جاء في هذا التقديم وكما هو واقع كذلك هو حالة فيزيولوجية يتكيف معها جسم الإنسان. وهذا يحيلنا إلى السؤال التالي، هو أنه نلاحظ أنه خلال الأيام الأولى من صيام شهر رمضان يشعر المرء بتعب أكثر مما يشعر به في منتصف رمضان ومع نهاية شهر رمضان، يكون قد تعود الحقيقة على الصيام، يحيل موعد الإفطار الحقيقة وليس هناك رغبة كبيرة جدا في تناول الغذاء ولا في الشرب إلى غير ذلك. كيف يتكيف كيف يتكيف الصائم مع الصيام؟ كيف يكيف جسمه حتى يتمكن من القيام بمهامه، حتى يتمكن من القيام بعمل، حتى يتمكن من القيام من العطاء والإنتاج خلال هذا الشهر كما هو مطلوب كذلك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا الكريم. شكرا للتلفزيون موريتانيا على إقامة الخيمة الرمضانية لها أهم فوائد دينية وصحية على الإنسان. نعم. الإنسان بالنسبة للصوم، هذا شهر عظيم، شهر مبارك، شهر الصوم، شهر رمضان. نعم. ويأتي بعد 11 شهر من إكب الشهر. نعم. من الليل والنهار. بالتالي يعتبر راحة جسمية وإنعكاس إيجابي على الإنسان، سواء من الناحية الجسمية والناحية النفسية. طبعا. واحد بالسواء. طبعا. بالنسبة لسؤالكم تعويض الجسم على الصوم. نعم. بالتأكيد أن الإنسان بداية الصوم يشعر يقول عنده في تعب والله إرهاق، لأنه منذ 11 شهر ويأكل ويشرب، بالتالي يوم لا يأكل ولا يشرب فيه، بالتالي يشعر بالتعب. لا. ولكن مع تقدم الصوم يشعر الإنسان طبعا براحة، يصبح تعود على ذلك الصوم، بالتالي يخف عليه التعب. هون نأكد أن المهم فيه في تعويض الجسم على الإنسان يتعود على نظام غذائي، سواء من ناحية الغذائية من ناحية السوائل، نظام غذائي متوازن. نعم. وهذا لا يحيلنا الفوائد الصوم نفسه على جسم الإنسان. نجد أن الصوم له فوائد عديدة. نعم. كيف قلت بدايتي على بداية كلامي. نعم. على الإنسان عضويا ونفسيا. ونفسيا نعم. أكثر عضو يجبر إفادة من الصوم هو الجهاز الهضمي، خاصة المعدة والمعدة الدقيقة والغليظان، الجهاز الهضمي بشكل عام. وهذا ينتج عنه من فوائده ان المعده اللي هي تعتبر بيت الداء. نعم. وينتج عنها كثير هي تعود على النظام الغذائي وعلى زياده في الاكل ونقص في الاكل اللي تاثر اساسا اثناء الصوم بالايجابي والسلبي. واضح. فعندما يحدث الصوم تنخفض فرزات المعده الحامضه. نعم. وتنخفض عصاه الهاضمه. وتعود حركات الامعاء طبيعيه. حركه الامعاء الطبيعيه كل 4 ساعات حركه طبيعيه عند الامعاء. نعم. وهذا الطبيعي، بينما اذا يكون فيه ثقل في الاكل حركات الامعاء ما هي طبيعيه، كل ساعتين وكل ساعه بتاثر صعوبه في تحرك الامعاء، وهذا ما ينتج عنه مغص او الام في الامعاء. بالاضافه من الفوائد الثانيه اثناء الصوم. نعم. هي ان الانسان الجسم اثناء الصوم يستفيد من طاقته، يستفيد منه الجلوكوز اثناء الصوم. الجلوكوز يخزن في الكبد وفي العضلات، لكن بعد فتره من الصيام يخف. نعم.
استفاد من الجلوكوز كطاقة، وهذا لا يجيب من الفوائد أساسا. نعم. وبالتالي أصبح مصدر الطاقة الجسم أنذاك هو الشحوم المختزنة بالجسم. واضح. وبالتالي أصبح لا يختزن ذاك المخزون كطاقة، لا يخف وزن الإنسان، وهذا إيجابي طبعا، ولا يخف عنده الكوليسترول. هناك نقطة ثانية مهمة جدا. نعم. هي رفع مستوى الأندورفين. هو مادة، وهي المادة الناس يجلب دورها. نعم. هي تساعد استقام معناته الإنسان حاضر هو نفسه، ود موجود هو نفسه حاضر لامل، ويعود ترقية كذلك لتفكيره وتفكير راقي بسواء أثناء الصوم. هذا من فوائد الصوم اللي غريبة جدا. نعم. إضافة لذلك نحن نشعر أن الجهاز الهضمي يقوم بدوره أثناء بشكل طبيعي لين يتم الأكل والشرب بشكل طبيعي، وهذا يحلنا أنه بداية الصوم الإنسان يلا يكيف راسه عن نظام غذائي معين إياك يستفيد منه جسمه. نعم. وإياك عود يصل الطاقة اللي دور ويصل لمستوى معين من فهم الغذاء وفهم انعكاساته السلبية. نعم. زيادة في الفراغ في الأكل، فوقات الفراغ في السوائل. نعم. وهذا يحلنا على أن الصوم أنه يلا الصوم الإنسان أثناء الفطور يستفيد من الفطور بطريقة ممنهجة بطريقة نظامية. أنه أكثر ما يعاني من الإنسان نقص السكريات. واضح. طاقة. واضح. أثناء الصوم يلا مثلا اليوم كله ما أكل ولا أشرب، يحاول يعوض اليوم كله خلال ساعتين. نعم. سنتحدث عن ذلك دكتور، ولكن قبل ذلك دكتور نحن كنا نتحدث مع فضيلة الشيخ قبل قليل عن الحكمة الإلهية من الصيام شرعا، وهي هذه الحكمة تجعل الأغنياء في المجتمعات الإسلامية أو في المجتمع الإسلامي صح التعبير، تجعلهم يشعرون بما يشعر به فقراء المسلمين، وبالتالي تكون هناك حنية، يكون هناك نوع من تقاسم الثروة بين مختلف فئات المجتمع، لأنه هو رجاج لا يشعر بالجوع، لا يشعر بالعطش، بالتالي طيلة السنة ما يشعر بها، ربما لن يشعر بأن هناك شائعا. أما إذا تعرض كما وضح الشيخ قبل قليل ما يتعرض لهذا خلال فترة معينة من العام، فسيفكر بطبيعة الحال في إخوته الذين لا يتوفرون لأن ليست وسائل ولا إمكانيات للأكل والشرب. هذا من ناحية الفقهية. من ناحية الطبية كما وضحت قبل قليل هو في راحة لجسم الإنسان، جسم بصفة عامة، وفي راحة كذلك نفسية للإنسان. وذكرتم جملة استوقفتني كثيرا، وهي أن المعدة هي الداء، هي بيت الداء، وفي الحال المعدة هي أول الأجهزة التي ستستفيد من الصيام. ولكن إذا حولنا هذا الصيام إلى راحة، إلى نوم طيلة اليوم، مثلا كما ذكرنا قبل قليل مثلا رجاج سحر في حدود الساعة الرابعة والنصف، في الساعة الخامسة إلى ونام طيلة اليوم نايم، وبالتالي العمليات الاستقلابية في الجسم ما يتدي دورها، ولا يتعود بطيلة حال الجهاز الهضمي، لا يعود كسول طيلة اليوم كبقية أعضاء الجسم. ما هي المخلفات الصحية السلبية لهذه الظاهرة؟ جيد. بالنسبة للغذاء دائما ننصحوا نعود السحور، ننصحوا أن حدد حلق بعد العشاء، وإنسان أنه يفطر بشيء خفيف. نعم. يفطر بشيء في السكريات والسوائل. نعم. ويفوت ساعة وحد يقبل السوب، يقبل الشرب، هذه الأمور الثانية يقال هاي كان بشكل تدريجي. ما أنه حاول خلال فترة وجيزة أنه يعوض يوم عوض كامل. وبالتالي يشعر دائما يشكل واحد من الناس أنه يصبح تعرق. نعم. وفترة وتعب. بعد الفطور مباشرة، وهذا شيء طبيعي لأنه مثلا هو يحاول يعمل له كامل دفع واحدة والمعدة وعاء، وهذا الوعاء لين يجي له كامل بيده ما يقدر يعمل عمل هضم. لا ناخذ ماكينة هاي اللي حرمان فيها سب. نعم. تملاها بشي حالتها خفيفة، صحيح خفيفة، بينما يدري في شي قد تشتغل بها اشتغل بذلك الوقت، وهذا ما ينتج عنه تعرق ودهشه وفترة بعد الصيام. نعم. معناته ان الانسان يلا يوازن الامور كامله، يلا عرفني يتعشى، ما يلا يرقد باللي رقاد بعد الاشياء ما هو مستحب. في اللي عند ياس من الناس عند قالوا استرجاع الحموضه. نعم. ترجع عند شي من الناس يصير، وبالتالي في كيف قلت يؤدي لكسل. نعم. لانه حتى التحرك بعد العشاء مهم جدا. قلت لك ننصح السحور انه ما يلعب السحور ثقيل. نعم. والسحور خفيف. اياك مثلا ملاهي لا يرقد ما ياثر عليه بالنهار. يقال المطلوب العود غني مواد السكريات، اياك اليوم كله ما يتعب صاحبه. وهذا مطلوب انه نوم ولا يعدل، والله يعود نوم خفيف. نعم. ما نوم من يوم 12 ساعه كيف قال الفقيه. نعم. انه الصوم
ما معنى تنمر النوم؟ بالانتين تنوم عن صلاتك وتنوم عن عملك. الصوم ركن من أركان الإسلام. نعم. غير الصلاة عماد الدين. صح. أنت ما دمت مثلاً الصلاة اللي يعتبر عمل ديني وهم من ذا كامل ترقد عنه كيف. نعم. قال الإعلام هذا ما وارد. وهذا من مسائل تديك الصلاة الحركة. نعم. ديك حد تنشط جسم قاع نفسه تبر ترويض حركة الجسم حركة الأمعاء وحركة المعدة هي تساعد للهضم. طيب في موضوع ثاني فمات فيها مجموعة من الأشخاص اللي عندهم مجموعة من الأمراض كيف مثلا الناس اللي عندهم مرض السكري كيف الناس اللي عندها مثلا مشخص فيها السكري مشخص فيها ارتفاع الضغط مشخص فيها بعض المرض الأخرى كيف يكيف هؤلاء أنفسهم مع الصيام خلال شهر رمضان الماضي؟ جيد بالنسبه للجهاز السكري وارتفاع الضغط هي امراض مزمنه والسكري مرض يصيب الانسان نتيجه خلل في البنكرياس وبالتالي عنده ارتفاع في السكر المطلوب انه السكر نوع في حالات في السكر مريض السكري لا يستطيع ان يصوم وحالات امكان ان يصوم مريض السكري هون لان وزع مريض السكري لا فيتين فيه تستطيع الصوم وفيه لا تستطيع الصوم الفيه اللي تستطيع الصوم معناته ظهور السكري الكهلي معناته خلق بعد 40 سنه ولا بعد 30 سنه خلق عنده السكري هذا نوع منه يقد لا بالحمى الغذائي يصوم ما عنده مشكله خلق نوع منه مولي نفسه كهلي يا غير مولي يعود عنده حميه غذائيه ودواء والدواء مقسم نوعين اما يعود عنده دواء واحد ودواءين هذا اختين نشرح وياك دواء واحد طبعا ممكن مولاي يصوم عنده سكري ودوائين ممكن يصوم يقعد دوائين حبتين مثلا مريض سكري مريض عنده سكري ياخذ دواء حبه واحده بامكانه ان يصوم مثلا مباشره بعد الافطار او ياخذ عند الافطار ممكن عند الافطار ياخذ حبه عند الافطار وبالتالي يصوم ما عنده مشكله لكن يلا تبع نظام غذائي مضبوط بالنسبه للشخص اللي ياخذ حبتين في اليوم لا يقبل حبه عند فطور واحد عنده سحور وعنده سحور ما يقبل حبه تامه يبقى نص حبه نص حبه به اللي هو في وجه فتره من الصوم فتره من انقاص السكر وبالتالي يلا يخفف ذيك الجرعه عند السحور هذا مهم بالنسبه للنوع الثاني اللي لا يستطيع الصوم هو السكري الشبابي ما للصوم السكري اللي يلا ملا يتعامل الانسولين خاصه من 40 وحده فما فوق السكري غير متوازن معناته السكري مره يطلع مره ينزل والسكر عند الناس كبار اللي قلنا قبيل السكري الكهلي الناس كبار هون اللي اصبح عندهم اختلاطات مرض سكري هذا ما يلا ما له صوم بالنسبه لصار ارتفاع الضغط اللي قلنا المرض اللي مزمن ارتفاع الضغط اللي فيه اللي ممكن يصوم يعود مثلا فهم توازن في الضغط وفهم يلا هاي الحالات اثنتين يلا المريض سكري والله ارتفاع الضغط سايق الصوم راجع طبيب اكد مستوى السكر اللي عنده شنو واكد مستوى الضغط عنده شنو والطريقه اللي يلا يتابع بها صومه يقعد يقعد مثلا مريض ارتفاع الضغط اكثر من الدوائين لا يجوز ما يصوم لانه كل دواء مثلا عنده فتره زمنيه تاذيه 2 ساعات 6 ساعات 10 ساعات حسب حياه الدواء وبالتالي ما يقدر يصوم هذا بالنسبه لمختشفك مختصر عن ارتفاع الضغط وهو ارتفاع الضغط كتعريف ارتفاع الضغط هو اساسا يظهر اكثر شيء عند الناس اللي بعد 40 سنه ويظهر عند الناس اصغر من ذلك غير ما هو طبيعي طبيعي انه يظهر بعد 40 سنه نتيجه حدوث تكلس في الوعيه يعود قطر الوعاء يضيق لان يضيق يعود كميه الدم تضخ تمتان بضخ الدم عن طريق القلب يمتان ضخه وبالتالي ارتفاع الضغط عند الناس بهي النتيجه بهي اللي انت تبغى راكور وتعصره لا تشوف ضخ ما ماخذ منه صحيح ما هو طبيعي صحيح. لا نفس الشيء كيف يوقع ارتفاع الضغط عند الناس وبالتالي ارتفاع الضغط نخطينا نقول المرضى اللي يعانون ارتفاع الضغط انه مرض خطير جدا غير مرض بسيط لانه تابع وعالج يعود ملاهي يراجع طبيبه طبيب القلب بشكل دوري بشكل منتظم اياك ما يجبر الاختلاطات واختلاطات خطيره بسط منها واخطر منها هي حادثه الازافيسيه حادثه بعد دماغي والشلل اللي وقع نتيجه ذلك وهذا لا بالنسبه لارتفاع الضغط واضح شكرا جزيلا دكتور سنعطي بس حال الحديث عن هذه الامور بشكل اكثر تفصيل لاحقا قبل ذلك فضيلة الشيخ انتم تحدثتوا قبل قليل في المقدمه وفي كذلك في في في, في هيكل الموضوع الذي تحدثتم عن
عن هذا الشهر عنه كان شهر فتوحات، عنه كان شهر عطاء، عنه كان شهر كده، كان شهر إنتاج، وعنه لم يؤثر إيجابيا في حياة المجتمع، لم يؤثر قط سلبيا. هذه أعطيتم بعض الأمثلة الناصعة في تاريخ الدولة الإسلامية إلى أن وصلتم بنا إلى العصور المتأخرة التي ركن فيها للأسف الشديد المجتمع إلى التكاسل، ركن فيها إلى بعض المفاهيم غير إسلامية صح التعبير. كيف نذكي أو كيف نحيي هذه المفاهيم الإسلامية الحقة في شبابنا، خصوصا ان الشباب هم معود عليهم في عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في دولنا الاسلاميه التي تعاني للاسف الشديد من تاخر واضح جدا نتيجه ذروكنا الى الكسل، نتيجه الى الاتكاليه وغيرها من الامراض التي تشهدها المجتمعات الاسلاميه. طبعا كما ذكرت، نعم، بان الشباب هو الاصل، نعم، الذي تقوم عليه الامور. وقد ركز نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، فكانت عنايته كبيرة بالشباب، فالخير كله بالشباب. فلما أرسل عليه الصلاة والسلام آمن به وصدقه الشباب، في حين كذبه وعانده وقاتله الشيوخ، فدل هذا على مثانة الشباب، فإن الخير كله بالشباب. إن شباب أمة الإسلامية اليوم عليهم أن يدركوا عظم المسؤولية. إننا بحق نعيش في زمن تكالبت فيه الأمم علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إنه واقع حقيقة مر ينبغي أن ننتبه له. هذا الشباب للأسف اليوم، وطبعا الحرب قديمة بين أعداء الأمة الإسلامية، فقد أتونا من ناحية شبابنا، نشروا بين الشباب التقنيات الحديثة، الفيسبوك وتويتر والواتساب والفايبر والتانجو وغيره، فاشتغل الشباب بذلك، بل بعضهم يترك دراسته ليلهو بهذا بهذه الوسائل، ويكون في رمضان في وقت كان يكون استخدامها لما هو إنجاز. فيكون رمضان فرصة للهو أكثر، للهو أكثر بهذه التقنيات الحديثة، فيكون ضياع شباب الأمة. طبعا سؤالكم: كيف نعيدهم إلى جادة الطريق؟ كيف نعيد شبابنا لأن يكونوا بناة حقيقيين لأمتهم ولأنفسهم؟ كما ذكرت سابقا، يكون ذلك بالعودة الحقيقية إلى تاريخ أمتنا، إلى دراسة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. يكون ذلك بمثل هذه الملتقيات وهذه الندوات المباركة. يكون ذلك بتوجيه حقيقي من علمائنا ومن مشايخ الأجلاء إلى شبابنا. يكون ذلك بنظام مدرسي حقيقي في مدارسنا. وجه الشباب يجعلهم يدركون عظم المسؤولية الملقاة على كاهلهم. هكذا يمكن أن نحقق البعد الحقيقية لمفهوم الشباب الذي نريد منه أن يكون شباب يبني ولا يهدم. للأسف الشديد، إن الشباب اليوم، وهذا مشاهد، قد غرر بهم من طرف أعداء الإسلام، فدمروا بلادهم وأتوا بالمناكير، فهذا كله من الفهم الخاطئ عن الإسلام، ومن كوننا حصلت مسافة ما بين الدعاة الحقيقيين المصلحين والعلماء المصلحين وبين هؤلاء الشباب. هؤلاء تركوا الشباب، والشباب يعني الغزو عليهم، وأعداء الإسلام يركزون عليهم كما قلت، ونشروا بينهم هذه الوسائل المختلفة. فلا بد من نهضة حقيقية تكون من قمتنا وقاعدتنا، حتى نعيد الشباب إلى المنهج والصراط الحقيقي، ويكون ذلك بالمدرسة الرمضانية. هذه المدرسة التي كانت على مر التاريخ كما ذكرت سابقا في العرض، كانت مدرسة عطاء وإنتاج، ثم إن الحياة الحقيقية للمسلم لا تكون إلا إذا حصل التكامل بين العبادة والعمل. الحياة المثمرة التي فيها عطاء، فيها علم نافع، فيها عمل، فيها إدراك أنك مسؤول عن نفسك وعن أمتك وعن أسرتك، حينها
تكون نتيجته حقيقية وكبيرة. وحتى فضل الشيخ نفسيا الإنسان مثلا إذا ظل يومه صائما صائما بما كلمة معنى ومقبل على عمله كذلك في نفس الوقت نفسيا سيكون سعيدا ومرتاحا ساعة الإفطار. نعم، لأنه أولا في حاجة للأكل، في حاجة للشرب، يدرك كذلك أنه قدم وأعطى خلال يومه كامل من الصيام كذلك. فحالته لن تكون بغير حال كحالة الشخص الذي ولا نائما طيلة اليوم ثم نودي على الإفطار ساعة الإفطار، إذن سيكون هناك لا شك حتى من ناحية نفسه سيكون هنالك فرق شاسع بين الاثنين. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ومعنا طبيب فاضل، فلا شك أن الذي قضى يومه في العمل والإنتاج الحقيقي يكون أكثر سعادة وأكثر صحة، في حين الذي قضى يومه في النوم يكون عند وقت الفطر يعني كسلان تعبان لا يأكل بما فيه الكفاية. يعني أن العمل والإنتاج في نهاية رمضان هو خير للإنسان، وهو فيه مصلحة طبية ومصلحة نفسية ومصلحة اجتماعية ومصلحة عقلية لهذا الإنسان. واضح. دكتور، نحن اللي تحدثنا عن هذه الأمراض كالسكري وكارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة، هذه الأمراض في الحال موجودة في المجتمع قبل رمضان، موجودة دائما هذه الأمراض موجودة في المجتمع ومنتشرة لسبب شديد انتشار يقلق الجهات الصحية. فقط هذه الأمراض كما ذكرتم قبل قليل هي أمراض خطيرة، ولكنها كذلك أمراض تبقى تحت السيطرة إن تم تشخيصها في الوقت المناسب وإن تم كذلك علاجها ومتابعتها في الوقت المناسب. ورمضان في الحقيقة يشكل كذلك فرصة لهذه الأمراض، لأنه الشخص قبل الصيام خصوصا إذا كان شاك أنه عنده ارتفاع ضغط، والله عنده حموضة، والله عنده أي نوع مرض، لأن الشخص في حالاته كاملة يشعر بها، إن كان مرتاح يشعر أنه مرتاح، وإن كان عنده كذلك مرض يشعر أنه فمشي ما هو طبيعي فقط يخليه يتوجه للطبيب. إذن كذلك رمضان فرصة لهؤلاء الأشخاص اللي شخصت عندهم الحالات المرضية التي تحدثنا عنها، وكذلك فرصة للأشخاص اللي لم تشخص عندهم الحالات المرضية لتشخيص الحالات المرضية ومتابعة حالتهم الصحية. جيد، هون نختار نقول نعم أن الصوم له فوائد كثيرة، وأصبح بعض الدول اللي قاع ما هي دول إسلامية تعالج بعض مرض الصوم. ولا ونحن دائما نحرصوا على أن اللي ما نقول المريض اللي عنده ضغط ولا عنده سكري غير متوازن الصوم بينعدوا جنين اتجاهه. نعم، المريض المصاب بالسكري مصاب بالضغط قبل الصوم يجب نراجع طبيب. واضح. إذا يتأكد من وضعيته الصحية. واضح. يتأكد من درا كانوا يقدر يعمل الدواء. الدوية كانت أدوية عديدة. نعم. من درا كانوا الضغط عنده مستقر. من درا كان السكر عنده ما هو ذاب. لابد داري أدفهم تشخيص قبل الصوم. وبالتالي ننصح دائما المرضى المصابين عند مرض مزمن أن مراجعوا طبيب قبل الصوم يتأكد من حالتهم السكري والحالة فيها الضغط. واضح. بالنسبة للمعدة حالة خاصة وشائعة ومعروفة. والمعدة من الصعب تفطر شخص مصاب المعدة إلا إذا كانت قرحة مؤكدة. نعم. القرحة اللي وحتى القرحة اللي تعتبر قرحة مزمنة قابل علاج ملائك الدسوم ما في ميمان. وكثير من الناس يشكي من الحموضة ومن ألام المعدة، قال اختينا هون نقول من القرحة أنواع. نعم. القرحة يشعر بأن مشكلته مطروحة عند الناس بذات ما يقدر الشخص بالنظام اللي يأكد القرحة الحادة والملاء أساسا. نعم. يقال ذم أعراض إن ما يجي المريض يشكي من ألام أثناء الجوع من ألام توعي في الليل، هذه حالات توجه تشوف ذم قرحة حادة. نعم. والقرحة حادة قد تحدث فيها اختلاطات كيف النزيف كيف الانتقال، لذلك من الصعب أن المريض مصاب قرحة حادة ما يقدر يصوم نهائيا اللي قد يتعرض اختلاطات. طبعا. الناس اللي تعاني من ارتفاع حموضة. نعم. تعاني من فتق. نعم. هذا اللي استرجاع الناس اللي تقبل الحموضة دائما. هاي حالات تعالج وسيطر عليه وصاحب ممكن يصوم بسهولة. يقدر عمل دول المعدة ويصوم. خلاص. ربما يكون صوم علاج بحد ذاته. لأن المعدة كيف قلت بداية كلامي إن عندها فترة راحة تجبرها. نعم. وسعادة المعدة إذا الفترة راحة ما يلا حد يعكرها بكرة الأكل والشرب. تنقلب الآية. تنقلب الآية. ومهم من الإنسان مثلا يحاول أن المعدة اللي كيف قلت بينها بين الدار ما يلا يثقل عليها وفوقها فقط بسيط بياس من الأكل والشرب. نعم.
وهذا عاد من انعكاسات كثيرة للهضم للجسم بشكل عام. وحدثت عنه ان الانسان الخمول يحدث عنده اليوم الانسان يلا يعمل بعد يقال نختار نقول العمل يلا عود الانسان الصايم عود متوازن الاجهاد حتى والعمل في اماكن حاره تحت اشعه الشمس هذا يلا يلا حد الصايم يلا ابتعد عنه يلا عد العمل متوازن يقال ماله تم كسول وراقد بالبيت خير من وسطها خاصة هاي الناس اللي يشتغلوا في بيدات اللي تحت الشمس للتعرق يفقد جسم السوائل وبالتالي يحدث عن تجفف التجفاف قد ادوا لمشاكل اختلاطات منها بسطها قد قصور كلوي بيل اخذت تجفف واخذت تجفف يخليك شين قالوا عد عاد تراكز تركيز بقى تركيز المواد السامة في الكلى وبالتالي يحدث عنه من قصور كلوي وبالتالي يلا الانسان اللي صايم بلدات حارة وتحت الشمس يلا يعدل جلد متوازن ما هو جلد متين لا يتعبه ولا يفقد تعرق وقوات التعرق طيب دكتور هو فمات حالات ذكرتهم الان قبل قليل وهي حالات مثلا هاي الناس اللي تشتغل عضليا ولا الناس اللي عندهم تقول مجهود عضلي كبير هذه يترتب عليه مثلا سيلا تعرق كبير هذه هؤلاء الاشخاص من كيف يكيفون حاله عملهم ترى حاله هو يشتغل هذا العمل ومجبر على اداء عمله اللي هو عمله ولكن كيف يكيف صيام مع وضعه الشخصي كيف يكيف صيام مع وضعه الشخصي هناك مثلا ساعات يخفف فيها العمل يعني هناك مثلا هو لا يتم يتعرق والتعرق كان يعوض بالمياه بالماء بالسوائل هاي السوائل الان ممنوع عليه خلال شهر رمضان احنا نستطيع الفم هذا جانب عنده شقين شق ديني وشق طبي نعم يعني نحن الشق الطبي اللي قد نقوله فيه لان الصايم اللي اشتغل تحت اشعه الشمس يلا ما يجد نفسه ولا ترى يلا مثلا يفوت ساعه يلا يجي الظل ويلا يخف يلا يرتاح اياك ما يجد نفسه حتى بالاجهاد نفس قد اعرض المشاكل من مثلا انخفاض الضغط من انقاص السكر من الجفاف الجسم وهذه الحالات الثلاثه خطيره على الانسان وبالتالي مثلا دائما نصحوا الناس صراحه نوجهوا يبقى صار جانب الفقهي ذاك اخبر فيه هم اللي مثلا كان مثلا يلا يصوم ولا ما يصوم يقال بعد هم الاطباء كانوا اصلا قديما ما قديم جاء التسعينات والثمانينات كان الاطباء دائما ملجا للناس قبل شهر رمضان دائما من قبل شهر رمضان الى خمس ايام عشره هو العيادات وهو الاطباء عليهم ضغط كبير جدا الناس تود الحاله تفطر بها رمضان قد تكون صائبه قد تكون مخطئه المهم هذه ظاهره كانت خارجه وكان الاطباء اشمل ذلك من فتره راجيش حدث العكس الان هماتيا يبدو عن بعض الاشخاص اللي يعودوا مثلا فعلا عندهم حالات مرضيه يا للطبيب يفسره فيها يمتنع عن ذلك هذا اشكالي مطروح عليه الاطباء نادرا ما دكتور اليوم نادرا ما تجبر الرجال يقول لك عنه ايش الطبيب وقال يفطر نادرا لست ادري ان كان شعور الاطباء بحجم مسؤوليه كبيره جدا او لست ادري هي ثاني هي مسؤوليه يمكن انت تفطر شخص مرض تشعر ما له يأثر عليك يجي يستثمر ياس الناس يقول لك انا بدي حموضه انا ظهري يوجعني الحين احنا مشكله ما عندنا تاريخ المرض ما عندنا ما نشرحنا ما تمشي برا انك تفطر غير في الوقت الاخير اذا ملتقى اللي خلق بين الاطباء عاد فم لائحه المرض اللي يلا لها ما يصوم اللي احنا كنا مثلا كنا نقول المراه الحامل ان ما يلا مثلا انها تصوم لان بطئها طبيعي ولا مرضع وذاك عاد مرض حامل مرضع ممنوع عليه الصوم باتفاق بين الطبيب بين الاطباء والفقهاء على الرجال وهذا دائما نقول نستثنى مثلا كنا من المراه الحامل هي السكر ما تصوم مثلا حالته الصحيه جيده مضبوط وعنده غذاء متوازن وحالته الوضعيه جيده هذا مثلا هذا بعد الشهر الثلاثه الاولى من الحمل هذه مثلا ما يسمح له ان ظهرك تغير هذا عاد ذم اتفاق بين بي اللي دائما خلافات بين الفقهاء حول 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 الصوم حول حقوله وفطر وعدمه الفطار اتفقوا للمسطره ان يلا اتفقوا لك كامل وتعاد ثابته قام اتفقوا لك كامل ما الله يتجاوزه واضح طبعا تكميل لهذا الموضوع نعم في الواقع كما ذكرت الاطباء سابقا كانوا يتساهلون في قضيه الفطر بعد ذلك في مرحله لاحقه تشددوا شيخنا
والدنا العلامة حمد بن الثاح حفظه الله تعالى في الحلقة الماضية سئل عن هذا عن هذه المسألة. نعم. فقال بالحرف الواحد إنه على الأطباء أن ينتبهوا إلى خطورة أمر المريض بالصيام وهو لا يصح منه الصيام، فإذا وقع ذلك وصام ويعني أصيب مرض أو أصابه ضر معين أمر خطير. في حين أن الشريعة الإسلامية كانت واضحة، قال سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى في شأن الصيام أي أن الحرج مرفوع عن من لا يطيق الصوم. ما يتعلق بالذي يقوم بأعمال شاقة كما ذكر الدكتور قبل قليل، هذا حكمه عند علمائنا أن يصبح صائما ويأخذ معه ما يمكن أن يفطر به، فإذا نعم يصبح صائما، فإذا شق عليه الصوم ويقوم بأعمال عضلية كالذي يشتغل مثلا بحمل أثقال أو نحو ذلك في الشمس في العراء، فإذا شق عليه الصوم يعني بشكل أشهده الصوم يفطر، فهذا حكمه. أما ما يتعلق بالمرضع والحامل فهؤلاء من الذين يباح لهم الفطر، لكن في حالة ثبت أن هذا الجنين طبيا قد يتضرر ويلحقه الأذى أو أن هذا الصبي الرضيع قد يلحقه الأذى، فحينها يكون فطر حكمها. نعم. واضح. شكرا جزيلا. إذن نتجاوز بين الوسادة المشاهدون الأفاضل إلى ركن آخر ضمن أركان الخيمة الرمضانية. هذا الركن هو ذاكرة الخيمة الرمضانية. ذاكرة الخيمة هذا المساء من إعداد زميلي المرابط أحمد، ويستحضر في هذا الركن أيها السادة شخصية وطنية فذة، وهو المرحوم جمال الحسن الذي كان شابا مسلما وكان عطاؤه كبيرا جدا، حيث كان توفي رحمه الله شابا ولكنه أعطى ما لم يتمكن من عطائه الكثيرون. نتابعهم أيها السادة هذا الركن ثم نعود لنقاشه مع ضيفي ضمن هذه الحلقة من البرنامج. Thank you.